شغلة حلوة. شوف هذه شركة وانت هني بالكويت يجيبون لك شريحة الديرة اللي تبيها. يعني انا احب صراحة بتركيا تركسل، هذه شريحة تركسل جديدة، اتصال انترنت كل شيء كأنك هناك شاريها. بس تعرفون اللي رايح تركيا يزعجون والله لازم الجواز وزحمة بالمطار، او اذا ما شريتها بالمطار تروح يعني قصة. هذه وانت هني بالكويت شريحة، انت شريحة تليفون يعني موبايل، ولا واغلب الشركات موجودة. اذا يعني المفروض اني اول ما اوصل تكون شغالة، فاذا هناك امورها تمام بسألكم بصراحة عن الشركة، لان فعلا فكرة حلوة انك كنت هني بالكويت قبل لا تسافر. ترى مو بس تركيا، معظم دول العالم تقريبا او اغلب دول العالم شركة بالكويت بشراكات مع شركات الاتصال هناك، انت قاعد هني قبل سفرتك بيوم يومين توصلك الشريحة. وداعا وداعا يا شاشتي العزيزة، يمكن هذه آخر سهرة على هالشاشة، وراح أفقد والله راح أفقدها صدق صدق. يعني أنا ترى مرتبط كليا مع هذا المكتب وهذه الشاشة، أدري نفس الكمبيوتر هناك يعني الحين بإذن الله بس أسافر هذا أخذه معي، بس هو نفس الكمبيوتر نفس الشيء، بس الشاشة لها ارتباط، أو مو الشاشة بس، يعني مو فكرة هذه الشاشة تحديدا، فكرة هالمكتب وهالقعدة. هالكرسي صار له معي ترى سنين، هذا الكرسي بدون مبالغة من 2010 تقريبا قبل كورونا خلاص راح فيها، يعني طلع صوت وكذي، راح شريت نفسه بالضبط بنفس المكان، علي وأولاده، مو علي وأولاده نسيت والله، يمكن ميداس المكتبي، ميداس الأثاث المكتبي في الضجيج. عشرة عمر مع الكرسي مع الطاولة مع الكمبيوتر، خلاص لمدة شهرين راح أودعهم. آخر سهر آخر سهر، خلنا نرد مكانه بس وقت السفر راح اشيل هذا واقطع بجنطة الظهر وفما الله. اخ سالم متحمس للسفرة؟ جاهز؟ جاهز. قول لي اول شيء بتسويه اول ما توصل. على طول مسمى؟ صدق يقولون في اشاعة لابس الحين شورت سباحة تحت ملابسك؟ على طول على طول. عجينة وادعوا سالم وبياض سالم، هذا الحين من اليوم سباحة اتوقع الاسبوع الجاي، اسبوع 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 راح يتحمش خلاص يصير اسمه. اوه خدمة الخطوط هذه والله روعة، وانا على كرسي الطيارة اول ما هبطت الطيارة قلت بجرب بيشتغل على طول، فعلت ولا فعال وشغال وانترنت وكل شيء، واكلمكم الحين منه، ففعلا ممتاز. وطبعا خط تركي مو خط دولي وشذي، نفس الخط اللي لو انا انزل واشتريه من شركة تركسل. كلمة للجمهور تفضل عقب ما وصلت تركيا. الحمد لله على السلامة، وصلنا تركيا الحين بنركب الباص ونرد البيت على طول ايلينا. طول ايلينا؟ إيه. ما تبي مسبح البيت؟ لا ما ابي. بعد يعني راسم على ملعب مسبح ايلينا؟ اي على طول. يلا فرات ينيد مسبح ايلينا دايركت. شركة انجاز قالوا يطلع من بوابة رقم 8 وروح حق اللي مكتوب عليه سي اي او 30. ها ايش درى؟ عرف انجاز؟ اي عرفني. اسم انت؟ محمد. محمد شو؟ الحسينان. تعال شوف اسم حبيبي. اها سلام يا سلام، انا عندي سياسه يا جماعه، اذا وصلت المطار ما اجر طياره من المطار، اولا لان اجر طياره من صبنجه هناك دائما يعني نوعا ما يكون ارخص، اثنين عشان ما اشيل هم والله اوراق الطيئه اوراق السياره ويلا وقع وقعد انطر، يعني عقب الخط الحين صار بالكويت، فجيت على طول مباشره الى السياره. الحين دائما مع شركه انجاز صراحه، ابي سياره هذا الحجم، شوف هاي سيارتهم كبيره حيل، عدد الافراد الاسره، يعتمد على عدد الجناط اللي معاك، بعد تاخذ السياره اللي تبي، عندهم سياره اللي تبي، تبي صغير الفي 2 هذه، تبي اكبر، تبي واحده في اي بي، ما تشيل عدد واجد بس كشخه حيل، كل شيء موجود وكل شيء طبعا بحسابك. لكم مساعد اجر طياره اجر سياره قصدي، فعلا يعني هذا من زمان ترى ما احب اني اجر سياره. كاردشم تشكر والله الله رازولت. فمعتمدين شركه انجاز، واكثر مره اتكلم عنهم، طبعا انجاز مو بس سيارات، هم نظامهم سيارات مع سايق يوميا في اسطنبول، نظامهم تبي سياره ضخمه مثل هذه موجود، يعني انا اخذ منهم بس درب من المطار الى بيتي في صبنجه. عندهم نظام الشقق والشقق الفندقيه،
شقق عادية، شقق أوتيل خمس نجوم بس يصير عنده شقق، وهذه حيل حلوة. ولما تكلمت عنها المرة طافت الحمد لله إن كثير من المتابعين يمدحون، وعندهم طبعا الفنادق الفايف ستار في مختلف مناطق تركيا. والله ما حبيت احط لكم رقم الشركه امس الا لما فعلا اتاكد ان اول ما اوصل يشتغل الخط والامور تمام. ويعلم الله ان اول ما هبطت الطياره مباشره اشتغل النت عندي وكل شيء. اسم الشركه يو سيم، والشركه هذه انا متكلم عنها قبل 7 سنوات قبل 6 سنوات اسف بالضبط، ب 2017 كنا في رحله مع الشباب في امريكا وكان عندهم خطوط امريكيه. الفكره باختصار شركه كويتيه عندها تعاقدات مع معظم البلدان السياحيه، خلينا نقول اوروبا بالكامل، بريطانيا، امريكا، تركيا، والخدمات هذه تقدمها مو بس حق الكويت، حق الكويت وحق حتى اي احد من دول الخليج يبي يسافر تركيا مثلا او يبي يسافر اوروبا ويبي خط اوروبي او خط تركي او خط بريطاني، اما انك تشتري تكلمهم واتساب، بعط لكم رقمهم، دش عليهم سلام عليكم انا بسافر الديره الفلانيه، راح يبلغونك الباقه كم سعرها وكذي. يعني انا خليت الحين هذا انترنت، انا ابي شركه تركسل في تركيا، ويخيرونك تبي تركسل او غيره، يعني بعض البلدان عندهم شركتين او اكثر، ب 20 دينار مفتوح، انترنت مفتوح تماما. التركيا واللي يمرون تركيا هني اصلا في تركيا ما في انترنت مفتوح، يعني الحين انا مساء مريت بالمطار سالتهم عن ال 200 جيجا اللي بيقعد مثلي شهر كامل يبي عدد جيجات واجد، قالوا لي تقريبا ب 17 دينار، ففرق 3 دنانير ما بين انترنت محدود 200 جيجا وما بين يوسم انترنت مفتوح معاي لغايه 30 يوم من استخدامي هني في تركيا. والخط طبعا مكالمات وانترنت مفتوح، يعني تستخدمه كمكالمات بين الاهل اذا انتم موجودين هني، زائد مسجات طبعا، زائد انترنت مفتوح ما في ليمت محدد معاك الايام شهر كامل. والاحلى من هذا اذا انت ما تبي شريحه، تبي شريحه الكترونيه اللي هي اي سم مباشره، تدش عليها واتساب يدزولك رابط، تدفع الرابط يدزولك كيو ار كود اللي هو الكود نفسه، وتفعل عندك التليفون خلاص معاك خط تركي فعلا. يعني حال لما انا اوصل هني واخذ جوازي واروح الفرع وانتظر بالزحمه وانتظر لغايه ما اسجل البيانات ويعطيني خط تركي، لا هذا مباشره بالواتساب دز لك رابط تدفع يعطيك الكيو ار كود. اذا ما تبي شريحه الكترونيه اي سم وانا انصح فيها صراحه، تقول والله ابي الشريحه توصلني مثل هذه، ممكن بكل بساطه تعطيهم عنوان بيتكم يوصلوك اياه بنفس اليوم او ثاني يوم، يوصلوك اياه للبيت يسلمك اياه، خلاص معك شريحه انترنت للبلد اللي انت زايره. ترى هذه مو بس لتركيا، عندهم خدمات لتركيا، لاوروبا، رايح اسبانيا، رايح سويسرا، رايح ايطاليا، رايح بريطانيا، رايح امريكا، يعطونك شريحه امريكيه وانت قاعد هني وتشتغل معاك في امريكا. لو انت تشتري خط منهم بكل بساطه عندك الرقم هني، حطيت لكم الرقم هذا رقم واتساب وكتبت لكم اياه بعد. اذا بتسافر قريب كلمهم، واذا مستقبلا بتسافر انصح عشان ما تجيني بعدين اسئله ابو سالم اللي تكلمت عنها ذاك اليوم، من الحين ادخل وخزن رقمهم او اكتب لهم بس من طرف ابو سالم، وخزن الرقم عندك بالواتساب لانك ادري بيوم من الايام راح تحتاجه من وجهه نظري صراحه، سواء جاي تركيا او اي بلد ثانيه. السلام عليكم، كم الباقه عندكم؟ شنو الباقه؟ اسال بالضبط ويجاوبونك. وهم يعني الخدمه اما انه توصيل يجي لي عندك او يبعث لك كيو ار كود، وانا اشوف هذه كيو ار كود تفيد مو بس حق الكويتي، اذا انت سعودي، اذا انت اماراتي، اذا انت مهما كان بلدك تبي تشتري خط وانت قاعد بمكانك وفعال، انا الحين قاعد الخط اللي قاعد اكلمكم منه شريحه الكترونيه، دزوا لي الصوره كيو ار كود وشغلتها. هذا بعد خط سم كارد حق الشباب او العيال مباشره يستخدمونه وفعال. وغير الشرائح الانترنت وخطوط الانترنت عندهم هذا الراوتر، هذا الراوتر عباره عن جنطه يدزوا لك اياها، راوتر نفس الطريقه بطلته على طول معروف هذا. سالم نوم العوافي يا سالم. المهم هذا راوتر اول ما بطلت على طول يشتغل، يعطونك اياه راوتر اجار يومي، تبي يومين، تبي 4 ايام، تبي اسبوعين، تبي شهر، تبي شهرين، هذا سعره حسب الايام. والله اذا انت يومين مو مثل اذا انت اسبوعين، مو مثل اذا شهر كامل. طبعا الراوتر مو بس حق شخص واحد، الشريحه حق شخص واحد، لكن الراوتر حق العائله، حق اذا كان معك 5-6 افراد، اعتقد مو متاكد بس بكون لغايه 10 اشخاص.
مفيد اكثر هذا حق العائله. ونفس الطريقه هذا الراوتر يوصلك الى باب بيتكم قبل السفر، وبعدين اذا رديت بيت البيت يجون ياخذونه منك. فالامر سهل من شركه يوسم. هذا رقم التواصل اللي حطيت لكم اياه مال يوسم، خزنه عندك يوم من الايام راح تحتاجه، سواء مسافر تركيا، مسافر امريكا، بريطانيا، لندن، اي دوله تقريبا، خصوصا اوروبا بالكامل مغطينها. اوروبا كلها عندهم شريحه واحده تشتغل في اوروبا كلها. كذلك ممكن تدش موقعهم بشكل مباشر وتشتري من الموقع مباشره، يعني مو بس لازم الواتساب، ممكن تشتري من الواتساب او ممكن تشتري من الموقع yusim.me. ونفس الرقم هذا مثل ما قلت لكم هو الواتساب، هو اللي تشتري منه وهو الدعم الفني. يعني لو سمح الله صار شيء معك تخطط فيها شيء ولا شيئات، هذا الواتساب تكلمه ودعم فني. ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم. ما شاء الله توقيتك مناسب جدا، توقيتك مناسب قبل لا ادش الفيلا وصلت السيارة. الله يبيض وجهك، تسلم. هلا السنة هذه صراحة ما خذيت السيارة كبيرة، قلت صالون، وبيني وبينكم خذيت سيارتين بدال سيارة واحدة وبسعر سيارة واحدة تقريبا، لأن هذيك السيارات الكبار أصلا ما تحصلها اليومين. ها ما في زين، عندك الحين سيارة ثانية غير هذه؟ لا أدري ناس الحين بتكلمك ما في. حبيبنا دائما ضبطنا والله الحبيب عبد العزيز، الله يقويه. أصفار أصفار صد، خلينا نشوف أصفار. يقول ما شاء الله المكتب علم. ها يعني 37 كيلو ماشي من المكتب علم. الله يجزاك خير. شلون الاجواء؟ ها؟ يقول لك سبحان الله ورد الجوري اذا قصيته او قد ما تقطف منه يطلع زياده وزياده. ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى ربي يبارك، عسى ربي يبارك. هذه كوجة خضرة بس انه اتوقع موسمها راح. وهذه كرز، خلاص خلص الحين الكرز، هذه اخر الكرز. طايحة بعد ذبلانة. هذولي كلهم في هني، شوف هذولي كلهم بداية الموسم. هذه سبحان الله ما انتجت السنة هذه. هذه خوخ، والخوخ توا الناس عليه شوي يبيله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. الله يبارك لنا ان شاء الله السنه هذه وناكل منها باذن الله، بس للحين ما استوى. وهذيك التفاح، هذه تفاحه قديمه من ايام راعي البيت القديم، بس كانت مجروحه العام لما عدلنا الحديقه اذكر وتعبت، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا التفاح توا الناس بعد على الموسم يبيله شوي. هذه اذا ما خاب ظني العرموط اللي صاير، ايوه عرموط. اوه هذه ما شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك فيها. عاد صراحه لذيذه، اللي هو ال 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 العرموط اللي يصير دائري شكله غريب، بس ما شاء الله مثمره، ثمارها طيب. هذه عرموط بس غريب شوي، دائري وسكر، سكر فعلا. ان شاء الله هذه باذن الله مستبشر فيها خير. قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. وين هذه اول شاريها ب 450 ليره، الحين اتوقع الدبل السعر. والله زين هذه ما خربت الورقه. هذا ورد حق امي، قصه نسوي له بوكيه ولا شيء، بس قاعد احاول ادور كم واحده حلوه. هذا توه صغار. بالشكل هذا اتوقع تمام. كذي كذي شوف 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 البوكي، بس خلنا نضبط هذه. بوكي ولا مو بوكي؟ بس يتضبط ويترتب. ايوه ركبنا القطعة هذه كروم كاست مالت جوجل، الحين صار التلفزيون سمارت. كان صراحة تلفزيون هني اول تلفزيون، يعني تلفزيون غبي صار تلفزيون ذكي.
اهلا اهلا، السلام عليكم. وين الشباب؟ يلا ملعب ملعب. اوش هالسمار هذا؟ هذا ملعب هني بمنطقتنا عند البيوت، يلعبون في العيال يستانسون. طبعا ملعب عمومي حق الكل، فهم يروحون يلقون عيال الجيران من شكل تشكيله، وهني ناس بعد قاعد يلعبون طائرة، وهناك مثل البقالة صغيرة وطاولات، هذا كله تبع البلدية. خوش فكرة، فكرة ملاعب البلدية. أوه. لقاء الأحبة، عيال الحميدان عيال جيراننا بنفس المجمع ساكنين، ومن السنة اللي طافت ما التقوا مع بعض إلا هالمرة. هني دوانية الربع، سمين الدوانية هذه دوانية المطلع، اسمها المطلع. وش جمع ليلية هذه، يسمونها السياحة الاجتماعية، ترى كلها مساير مساير. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا أهل البيت، السلام عليكم. يا هلا يا هلا. أمن صار